مخلوفين هزنا في البنات، هو تعضى الكلاب ونجيب للبنات الجرة الكلاب. ودي اتقي الله اتقي الله، راهو حرام عليك حرام عليك. انا قال تقول فيه على مره في عمرك، مره في حياتك جبت الخالي حاج؟ غنسيت روحك وقت المبيس في السبيطار كي يجيب ويكركب لك وانت ملوح هكاك مريض في حاله ملوح؟ حرام عليك ملوح، ما تكذبي ملوح. خالك يعرف البنات؟ ها هذا لاني البنات خالك فم بنان. نتكلم توني ولا نسكت؟ ها فاش يعملوا؟ فاش يعمل في عقايبات الليالي يستكرف هكاكا لنعضى كلب؟ مش يكلب ومش يطير، مش يكلب. يا ودي قول اللطف، قول اللطف، حرام عليك يا اخي. متشمت ولا شبيك يا اخي؟ عمرك ما سمعت واحد عضى كلب؟ حرام عليك انا قار، قول اللطف. عمري ما سمعت، عمري ما سمعت كلب عض كلب. شني شني؟ زايد الحديث، والله زايد الحديث معاك. اسمعني نقولك كلمتين، نير انا وخالي تو ندخلوا مش نجبدلك. ها نقولك باش نجبدلك زاد؟ باش نجبدلك على الورثة تاع امك اللي نطفي عليها الضوء، ياك تشوفي هو عض كلب. كان مشي فهم شنو مش كنت تطلب من بعد ولا يسك بهيم ولا يضرب السيمي؟ شكون مش يتكلم؟ تو مش يكلموا نقولوا لاخويا كل واحد ياخذ حق، ما فيهاش غش هذا. بص 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 مش تفضحني انت خي وقتها، تو كاين وقتها تقول لي افضحني؟ تقول لي افضحني؟ انا ندبهم قدام الدرنيات شنو تفضحني هذه يا بكر؟ يا ودي حقك مش تبيا. انا هو ربي عضك في الرزق بتاع عمك ولا وربي انا بعث لك كلب عض من تاني بهيش تو. اسكت اسكت معاش الراجل يسمع فيا، فضحني فضحني، هذا وقت الراجل باش يموت مريض وتجبد لي على الورث. اسكت ما يهمكش ما دخلكش ما تلمش حق وقتها هو تو. اوف نقص من حسن فضحني فضحني الدنيا يسمعني يا شومية. بري يمشي يمشي ولا عادي نهار على السلم. يا خال خال يا خال يا خال احلي لي يا خال يا خال يا خال امشي يا سهو امشي احلي لي اللطف اللطف على خالي اللطف يا خال. ما تعيطيش في وجهك ما تعيطيش في وجهك. بسم الله بسم الله عليك يا خال بلطف عليك بلطف عليك يا خالد. خويا هالعمه اللي صارت لك يا خالد والله توجعنا عليك. اقول يا زهر ولا واحد من الخدمه قلت تطول في خالك ولا تفجع عليك النقار والله مش بيه تفجعنا عليك. يا رحم والديكم نتشوني يا زهر نتشوني يا خالد. كيفاش هاني غريبه يا اخي؟ كيفاش عضك كيفاش عضك؟ خويا حتى من الذاكره قريب يفقدوا لي الذاكره. لا حول ولا قوه. خويا يتحاموا فيا مش كلب هو كلب برشا كلاب. يا خوياني اخي خليش ما تقوليش البلديه وين وين البلديه مصايبه الكلاب. النهار ما رسول الله خويا منهم كلب راسه غدق راه وقت نزل عليا شقوك من هني. يا لطيف يا لطيف يا خالي تعرف هذا ما يطلع كان كلب عربي راي نعرف ان الكلاب العربي راسها صحاح وما ترجع باللي تضرب راه ما يرجعوا. وانت خال جا ربي ما تعيطش على العباد يجي يحسوا عليك ولا خفت تشد حجره ولا منصب تسك به وين باش نعيط يا زاو؟ نصف الليل نصف الليل ونايم تعدي بالبحر بالواد يا خال. وشكون باش تعيط نصف الليل في الواد؟ يا محمد وانت نصف الليل خارج للواد الواد اش عندك في الواد يا رسول الله؟ اش عندك في الواد يا نقار؟ كنت تصلي تعدي تصلي تدي نهار شو ما نصلي هذه تصلي فيها يا اخي تصلي في الواد ايش بيك يا افتح على روحك يا خال خي عندنا غيرك. الله غارب قدر الله ما شاء فعل في الشعب تراه يا نقار اخوي. نهشوني يا نقار نهشوني. منين يا نقار تراه؟ ما تبسش يا ما تبسش ما تاخذ عاد خالي بلطف عليك بلطف عليك. ها ها جبت لك البنان ها قول البنان قول البنان كثر خيرك يا زلمه. امشي حلال امشي حلال. قشري البنان في جره الكلاب. قشري لي يا زلمه قشري قشري لخالك يا زلمه. الله غارب قول هز صحتك يا خال قول يرحم والديك يا نقار. هذا حديث هكا باش نسيب من هني يعجبك الحديث؟ ان شاء الله يا اخويا نقار ان شاء الله نطل على اخويا فنرجع حالك في مناسبه اخرى. ما بينتناش والله نجيك يا نقار يا اخويا يرحم والديك. جبت اخويا انا جبت لي بنان ما ننساهاش. ما عنديش مزيان خد ايش قال لك الطبيب؟ ايش قال؟ الطبيب يا زاهو اعطوني اربع زرارك حاشاكم في كرشي. باهين تزالك باهين هذاك مرام باهي حاطوني اربع زرار في الكرشي حتى لي على مقص بحديثك يا خال. حتى لك المره زاد هكا اما مش عضني كلب الضغني حنش وقت عملوا لي اربع زرار زاد في كرش ولد في الكرش الزرار مي ان شاء الله لاباس اخي مش ملدوغ المشكل تو لازمنا الكلاب نطلعهم.
بالراس مش تلقاها الكلاب وين مش تلقاها؟ يا عجبكش تقعد تدور تلوج على الكلاب انت؟ باش نعرفوهم ملقحين ولا؟ خلوا يا خال بلا يذيك بلا تخلوي، هي طويك عباد ماشي ملقحة، دي طويك حتى الشباب مش هو اللي يلقحوا له، دع الحصبة من جديد، ودا توج على كلب ملقح، ما فما حتى كلب ملقح، سايب عليك من الحكاية ودفع الله ما كان أعظم. لازمهم نطلعوهم كلب كلب، لازم يطلع كلب كلب. يا عجبكش ملفز دور على الكلاب كلب كلب، الله يسوى. باش نلحق يا خالد حكايتك. بهيم قدام كلب، آه كلب قدام قرعة، كلب قدام بهيم. يا ودي تو أنا راني نزلت تحت المراقبة. عليه خوان جي، علاش يرحبوا بيه؟ يا ودي المراقبة يهديك يا نقار تو هكا. فهمنا يا خال. تحت المراقبة الطبية. آه ليه؟ وين البنان؟ البنان خوذ خلي البنان. هذا نقشر لك، استنى نقشر لك. خلي الخال، خلي الخال. تحت المراقبة الطبية. آه خال. ما عملوا لي اربع زرارة. اي ما كانك شيء طبيب شنو الحالة بتاعك؟ ينجم يأثر علي. اليوم اخر اجل كان سهل ربي. شنو قالوا لي يعمل لك المضاعفات. معناتها كل نوع من الكلب يعمل لي الكلب. تسمع زاهو. نوع من الكلب. اليوم اخر اجل. اليوم اخر اجل. يتعدى اليوم. السما مريت من مرحلة القطر. اثمان يا خال. لطف عليك يا خال. لطف عليك. يا خال. ان شاء الله ما عندك سو. وهي جاي حاجه وحواجه انا وزهور انا جيناك في قضيه وثم موضوع توعنا مده نحب نفتحوك فيه. شبيك خايف مش يحكي؟ شبيك شبيك خايف مش يحكي؟ اسكتي ما نعرفك عاد يا خال تسمع فيه ولا خير؟ نسمع فيك انا خير خير ان شاء الله خير خير ما هو تو ريت الدنيا بشوية انا خالق سايب الراس سايب الراس اسكت نسمع فيك اسكت اسكت خلينا نحكي مع خالق يا خال راهي الدنيا ثانيه راي ما دايما حتى حد هاك تشوف ونعم بالله هاك تمشي هاك عندك كلب صحيح ولا نعم كنت تنجم تمشي فيها اخذ نهار اخر يسكوكش بغل يعضكش بهيم يضربك سيمي وشكون مشو قاعدين هنا الله غالب شكون مشو قاعدين الله غالب انا قارف على الاقل كل واحد ياخذ نتاي عاده يسكت كل واحد ياخذ نتاي عاده اخواتي الورثه نتاع الزاوية تاع با يمها ليه ودي يسكت ودي يسكت هذا يا خال ايش عندك فيه يا خال ايش عندك فيه الله انت تكلب ولا يا خال ايش عندك فيه انت لاهي في صحتك يا خال يا خال ايش بيك يا خال ايش قلت في الموضوع خنف الظهر يعلم الله الدنيا هاي فيها الموت يا خال ايش بيك تو اللي تقلب لي في عينيك يا كنت تحكي معي بس عليك يسكت مشحت الراجل مشحت الراجل يسكت الراجل في جرت الكلب مش نخط الورد ما تكلميش هاي من يا خال ايش بيك لعب في عينيك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الراجل مريض خالص مش شكل يعطيكم كلب ما فيكم عرق الكلب فيكم ما كل عام نعرف اختي يا خالص لاباس يا خالص وريني وين عبد يا خالص بسم الله يا خالص بسم الله هاك البنانه هاك البنانه هاك البنانه هاك البنانه اسكت يا خالص يعطيكم كلب كلبكم شكلها. كيفاش حسبك يا خالي نعرفك انت كلب كبير كيفاش حسبك انت يا مال الدار مال الدار هو يا مال الدار ادخل 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 ندخل ادخل اخو وعليكم السلام عليكم سلام يا مح شبيه والله لا شمل والله لا شبيك؟ شبيك لاباس؟ عليه؟ اخي هاجمين على الديار؟ ايش عندنا قلوب لا بيتش الزهر؟ شبيك؟ شبيك؟ ما تخافش خايف ما تخافش وجهي وجه ولا هيئتي بتاع بركة جات يا رسول الله انت داخل هكاكا في عندك كذا شكون سيادك؟ ايش تحب عندي؟ اخي تعرفني؟ شكون؟ انت شكون؟ انت شكون؟ مش ناي شكون؟ عجب توني جيت لدارك ولا انت جيت لداري؟ انت جيت لداري اي جيت اي انت شكون؟ اي نجي لدارك انت تقول لي شكون؟ باهي غدا ايش عمرك؟ علاه تتلعب ولا باس تتلع على عمري يعجبك الحديث صباح قلت له معفوني من جد ام الخدمه قداش عمرك ما تعيطش علي عمري ثلاثه تتلع على عمري مولا بيت يا اخي بهلول قول لي كان بهلول قول بالله بهلول على قد مخك قدامك بهلول انا بهلول هكا معناته هي ما دخل احترم نفسك يا سيد انا موظف تابع وزاره الصحه ايوه صارت تتابع وزارة الصحة اي مرحبا بها عاد كي دارت لنا الصحة ايه ايش عملتولي يا رسول الله جاي عكرني
هي على الاقل جبت ليش الكاري المراه مش تولد على الشر اخر يدخل شرها ليه انت شو عملنيك برسول الليل يا ولدي كارني شنو على كارني جاتك على كارني انا جاي على كارني يا اخي ما قلتليش بتاع الصحه تو ما انا سالتك بتاع حاجه ولا ما سالتكش تقريبا سالتك هي ايش سالتك سالتك على عمرك ولا هي هي ما سالتكش على عمرك لا عجب قلت لي قديش عمرك قديش عمرك جاوبني تو نجاوبك هي الوقت انا على عمري ما عندكش تو قلت له معفوني من الخدمه جاوبني كلمه واحده قديش عمرك تو نجاوبك عمري عمري لله محمد رسول الله ما تنديش الكذب كان صدقني ربي انا كان صدقني ربي بين ال 35 و 60 حاب صاد حابس 35 دونك امورك يعني انت 35 اي 35 35 تدخل في القانون انت شنو هالقانون زاد احنا نمشوا كل نهار قانون كل نهار هبطين علينا بقانون 35 ما هو 35 لحظة تنقل شنو هي عانيت هذه ولا شنو هذه عانيت او لاين باللي عانيت عانيت اسي فهمني الحكايه يا اخي دخل علي كاكا للدار لا فهمتني حتى شيء حداثه منه حداثه منه شوف الكلام معاك عندي مرض في الشرطه انا كل الشرطه طايشك البرد دقك في الحبل بالله والله والله طايشك انت ولا. انت طايشني بالحبل نخدم يا سيدي انا خدمتي يا سيدي ايه تخدم فاش تخدم اخي انا ناديتك قلت لك تخدمني يا احمد ربي جاتك للدار هاك محطوط في الليسته يا سيدي ني بهلول ني بهلول ني بهلول ني ناقص لي يهديك ربي انت شكون انت شكون سيادي يا ودي عمر 35 محطوط في الليست ليست شنو هي الليست ليست 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 لازم لك قلب الاستواء لازمك زراقة لازمك زراقة عايش زراقة زراقة شنو يا سيد زراقة التلقيح يا عايش كالتلقيح تلقيح ليه يا بابا تخذلي برشني قدامك تلقيح يعجبك يا حديد يا ودي قاعدين نلقحوا باي باي في بالي بيك مو من الاول قولي راني متعشيه والله يمكن عايش دب على الواح يا حاتم كانت عندي يا عندي بهيم حشاك او بالقريش كانت تحب تضرب له دراجه هاي برا يا ودي انا باين بتاع باين انا بتاع النعاج يا ودي نلقحوا للعباد للمواطنين اللي اعمارهم بين 25 و 35 نلقحوا للعباد يا سيدي مانيش عبد مانيش مواطن هذه اخر طلعه وزيدني يا بابوري زفو وين ماشي يا بابوري لا يا سيدي انت ما تتراجعش تشد لي في 35 وانت مواطن بالصيف عليك تبقى مواطن تونسي ما دامك تتنفس والدوله مخليتك تتنفس معاها احمد ربي تسمى مواطن طيب مش تنكر في المواطنه بتاعك طيب انا مش نجم نتنفس مع الدوله يا رسول الله ليه مش نجم نتنفس مع الدوله يا رسول الله وتيجي على بك على طرف النفس ها طيب انا قطعوه النفس يا اخي مش تقتلونا طيب ولا شيء الزرقه هذه الدرقه شنو طيب هذيك حديتك ولا تفدلك فهمني هذه تسخرني فدلك ولا شنو الصباح والرباع يا رب هذا بمخه ولا بليه يا اخي تجنني باقي تعاود فيها بمخه يا ولد الشباب الشباب اللي عمره بين 35 و 25 لازم التلقيح ضد الحصبه مش نعاود لكم التلقيح هذا اخر طلعه تو هاي تو رئيس الوزراء بتاع فنلندا عمره 34 شد رئيس وزراء ويني 35 جيت لك كحوله طيب هذا حديد 35 عام لك حوله تلم هذا صغير اي احمد ربي الدوله خمت فيك وتحب تضحك والله العظيم بتفضحونا قدام شباب العالم الكل بتفضحونا شباب العالم الكل شو تضحك علينا يا احمد ربي انت جيتك لهنا باب الدار والدوله تحب تلقح لك يا سيد ليه في الروضه لقح جيت لقح لي أيه. ايه بنت ولا شبيكم عشان عاودوكم التلقيح لا 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 ما تهن ملقح ولي راني ملقح من الفقر والميزيري والهم لدرجه تلقح يدي ما هوش على كيفك يا سيد هذا تلقيح اجباري يا عيش عجب اجباري لو هالحداثة هذه متجد علي هنا تو ريتوه الشباب وتو شفتوه الشباب ها تو شفتوه يا احمد ربي هاو شفناها تو شفناها الشباب ماشي على بيه كالربي ميت في الدولة هذه تخمم في الشباب هي الدولة تخمم في الشباب الشباب هو ميت في البحر وهو مخو جاته الحراب والزتلة والجن والشوابين هون شد الكراسي وتو جاي تحب تقصد عليه الشباب بالدلال بالدرقولة هملت اخي الدولة ولا شباب تاكم اللغة دمك جوفيكم في البلاتوات تاع التلفز الدولة تخمم في الشباب يا سيد قال الزطلة احنا نجيبوا فيها الزطلة والحرابش شكون اللي يجيب فيها الزطلة؟ لا خالف ما نجيبوش فيها اما تعرف شكون اللي يجيب فيها اي نعم تعرف شكون اللي يجيب فيها وتعرف شكون يروج فيها اي خليني ساكت عاد خليك ساكت خليك ساكت خير خلينا نقوم انا بواجبي احنا راه جيناك باش نلقحولك ضد الحصبة طالما السياسة ولا الرأي قضايا احنا راه باش نلقحولك افهم يا بمخه يا ودي فاش قامت لقطة؟ تهمنا مصلحتك، صحة المواطن تهمنا يا سيد. تو الدولة ولا تهمنا صحة المواطن، ها؟ تو الدولة هذه تخاف على المواطن، تهم رضا وحطوهم في كردونة، وقالوا باش نعملوا لجنة.
ما صح حد شيء وما ظلم حد شيء وتو جاي بتلقحينا تو اللي هم يعنيكم الشباب هذاك مشي على روحه مشي على روحه تو احنا مش ندخلوا في جديد تلقيح هذا مضمون 100% ريته مضمون المهم احنا تمنا صحتك يا مواطن يعيش يجعلكم شرذوا علينا يا ولدي هالحداثة اللي جابتها لنا هذه ليش عملناك كل مرة مهبطين علينا السخطة ليش عملناك يا رسول الله خي الدولة بتقتل شبابها الدولة بتدرق لشبابها يا حليلي على الدولة بتقتل شبابها يا حليلي على الدولة بتدرق لشبابها يا حليلي على الدولة يا حليلي على الدولة يا ولدي صلي على النبي يهديك ربي ليه انا نصلي على النبي خلوا الواحد يصلي على النبي تاك مش تقتلوه الشباب وهو يمشي اما خير انا الشباب قاعد يزرق نزرقوا له بمضمون قانونيا وعن طريق وزارة الصحة ولا يقعد يزرق منهم مقاتل مضبوط يا ولدي بكي ما تقولوا فيها مضبوط مضبوط وفي الاخر ده يا ولدي مضبوط صلي على النبي خلها في راسيني خلها في راسي شنو خلها في راسي صير لك حاجة هاني انا موجود اي 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 شوفك الحداثة محسوب كان تصير لي حاجة مش نلقيك يا ولدي اللي تقوم عادي تلقاني تحبش تخليك بطاقة تعريف ما تخليليش ما تخليليش انا اقول لك مضمون التلقيح وين مضمون كيفاش مضمون شكون يضمن من فرنسا التلقيح هذا جبناه من فرنسا من فرنسا والله يا فرنسا ما تسيبنا لما تقضي علينا تبعوا فرنسا تبعوا فرنسا بالله تبعوا فرنسا طاو الحق في احنا خممنا في الشباب وخممنا في المواطن باش نلقحوا له والله الحق فينا عاد كي خممتوا زاد خممتوا في الشوابين اللي شادين الكراسي ولقحتوا لهم ضد النهبه والسرقه والكلب على الكرسي شعلنا في الموضوع هذا طاو احنا لاهين بالشباب شعلنا في الشوابين هذاك فات فيهم سيبوه الشباب خلوهم ريد ما لنا دوله ولا ياس تحلت في دي ما شكون حبسها الدوله استناني عاد كيف استناني ما تقول شيء اجباري يا ولدي راهو اجباري لازم بالسيف عليا انت باش نلقح له يا ولدي قلت لك راهو شنو هي بنسى سامحني لا لحظه شنو بنسى راهي عاد نحي الجب شنو يا اخي هبلت ولا شبيك احترم روحك احترم روحك شنو واخر نحي الجب نحي الجبة باش نلقح لك لا لا ما تلقحليش يا خويا هذا خير طالع يا ودي اجباري تلقيح يا طول عطيك احواج يا خويا ها طول عطيك احواج وبرا بعدني انا عامل بخدمتي انا عامل بخدمتي انا عامل بخدمتي يا ودي خويا شنو هذا؟ اخي بهيم قدامك نية يا معلم راني نتكلم فيه نسمع فيك نسمع فيك استهدى بالله استهدى بالله بالله يسيبني انت ماشي شكر يا يا عاد والله يا ما نحبش الدراري قالوا تقول لي معمولك الرب يزي وسع بالك وسع بالك يا ولدي شو تخايف ترضاها لروحك انت ترضاها لروحك اخي الدوله راهي مش تخلينا وانت ترضاها كل واحد نتعدى اللقاحله نضرب ساعتين عاد اربح ما تفهمش في السياسه لا حشب لا حشب خويا والله لا حشب والله برسم برسم لا حشب خويا لا يا دوله خويا لا حشب يا دوله خويا يا ودي اركع ما تسكش خويا يا دوله يا دوله يا منور ايش اشد معاه ايش ايش منور شد وغادي شد لراس شد لراس الدولة تلقى عليك غادي يا دولة دولة يا ودي اصبر الله في راسي تصير لك حاجة اجاني لي انا بعد ما لك راسي يقول بعد ما لك راسي صلي على النبي صلي على النبي خلها في راسي تصير لك حاجة ممكن تدير لي حاجه مازالت عندي رجلي باش نجم نجي عليك انت تخلوني نمشي كاين هاك الراسي تو نزلت الشغل انا كاع شنو 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 بهيم قدام بهيم ظل قدامك هيك نكبك انت هذا سك هيك نكبك هكا سك انا من شتعرف من هكا يهبط عاد لا 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 ل